بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأستاذ محمد خلف يوسف تخرج من كلية التربية قسم لغة عربية، ثم عمل بالتدريس بالتربية والتعليم لمدة عامين، ثم عمل بمدرسة دار حراء الإسلامية منذ عام 1985 ميلاديا، ثم ترقى لمنصب مدرس أول للغة العربية عام 1987 ميلاديا، ثم وكيلا لمدرسة دار حراء الثانوية عام 1992 ميلاديا، ثم ناظرا لحراء الثانوية منذ عام 1997 ميلاديا وحتى 2011 ميلاديا، ثم مديرا لمدرسة دار حراء الإسلامية منذ عام 2011 ميلاديا وحتى الآن. كما درس العلوم الشرعية على أكثر من 100 عالم في جوانب متعددة، له عدة مؤلفات في مجال الشريعة الإسلامية، منها فتح العلام، شرح بلوغ المرام، شرح شاذ العرفي في فن الصرف، حسن الخاتمة، الإسراء والمعراج، دروس وعبر، الذمة المالية للمرأة، الرقية الشرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من كفارات الذنوب والخطايا، فقه المرأة المسلمة عند ابن تيمية. وله عدة تحقيقات في كتب السلف، منها التذكرة في أحوال الموتى والدار الآخرة، جامع العلوم والحكم لابن رجب، الداء والدواء لابن القيم، الفوائد لابن القيم، والأذكار للنووي وغيرها. وبعد، معشر الأبناء الأعزاء، نعطيكم خلاصة في هذا اللقاء لنظام الثانوية العامة. كلنا يعلم أن نظام الثانوية العامة في الأعوام الماضية كانت الثانوية العامة على مدى عامين دراسيين، الصف الثاني والصف الثالث الثانوي. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وصارت الثانوية العامة عاما واحدا وهو الصف الثالث الثانوي. وبناء على هذا صار الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي عامين دراسيين من أعوام النقل ومن سنوات النقل بالتعليم قبل الجامعة. خلاصة النظام، هناك مواد مستمرة يدرسها الطالب على مدى العام من أول العام لآخره. هذه المواد الدراسية المستمرة تنقسم قسمين، قسم يدخل ضمن المجموع وهي اللغات الثلاثة، اللغة العربية واللغة الأولى واللغة الثانية والرياضيات، أربع مواد داخلة في المجموع، وهناك ثلاث مواد غير داخلة في المجموع مستمرة في دراستها من بدء العام إلى آخره، وهي التربية الدينية والتربية الوطنية والحاسب الآلي. هذا هو القسم الأول من المواد المستمرة، وهي عبارة عن مجموعتين، مجموعة تدخل ضمن المجموع ومجموعة أخرى لا تدخل في المجموع، وهي مواد نجاح ورسوب. قسم ثاني من المواد، ست مواد بالنسبة للصف الأول الثانوي يدرسها الطالب، لكنه يدرس ثلاث مواد في الفصل الدراسي الأول وثلاثا أخرى في الفصل الدراسي الثاني، وهي عبارة عن المواد الآتية: الكيمياء والأحياء والتاريخ مجموعة، والفيزياء والفلسفة والجغرافيا مجموعة أخرى. يدرس الطالب إحدى المجموعتين في الفصل الأول والمجموعة الثانية في الفصل الثاني. أما بالنسبة للأنشطة، هناك 10 أنشطة يتخير الطالب نشاطا واحدا منها، وهي التربية الفنية والتربية الموسيقية والنشاط المهني والاقتصاد المنزلي والكشافة والمرشدات والمسرح والتمثيل والصحافة والإذاعة وخدمة المجتمع والجانب العملي الإبداعي والمطالعة والمكتبات. يتخير الطالب نشاطا واحدا من بين هذه الأنشطة العشر. هذه هي خلاصة نظام الصف الأول الثانوي. بالنسبة للصف الثاني الثانوي،
هو مثل الصف الأول الثانوي سواء بسواء مع بعض الاختلافات. الجانب الأول الذي يعنينا والذي يهمنا أن نظام الدراسة للصف الثاني الثانوي يعتمد على العلم والأدب. الطالب يتخير ما بين الدراسة العلمية أو الدراسة الأدبية. المواد المستمرة اللغة العربية واللغة الأولى واللغة الثانية والرياضيات، ثم هناك أيضا مواد مستمرة لكنها لا تدخل في المجموع كالصف الأول الثانوي، والأنشطة مثل الصف الأول الثانوي أيضا يتخير نشاطا من بين الأنشطة العشر. أما الاختلاف بين الصف الثاني والصف الأول هو الجانب العلمي والجانب الأدبي. إذا اختار الطالب مواد القسم العلمي سيدرس 4 مواد. هذه المواد تقسم على مجموعتين، مادتين يدرسها في الفصل الأول ويدرس مادتين في الفصل الدراسي الثاني، وهي الكيمياء والأحياء مجموعة والفيزياء والميكانيكا مجموعة أخرى. إذا اختار الطالب مواد القسم الأدبي فإنه يدرس التاريخ وعلم النفس مجموعة، ويدرس الجغرافيا والفلسفة ومعها المنطق مجموعة أخرى. يبقى الطالب إما أن يكون من طلاب القسم العلمي وإما أن يكون من طلاب القسم الأدبي، وفي كلا القسمين يدرس 4 مواد. هذه المواد الأربعة تنقسم إلى مجموعتين، كل مجموعة في الفصل عبارة عن مادتين. وفقنا الله وإياكم، ومن أراد التفصيل يستطيع أن يرجع إلى المرشد التعليمي بالمدرسة. ربنا سبحانه وتعالى جعل طلب العلم فريضة، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: طلب العلم فريضة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا يخفى على أحد أن الدنيا لا تتقدم إلا من خلال العلم والعمل جميعا، ولا يخفى على أحد مكانة العلم، ولله در القائل: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يخفض بيوت العز والكرم. فالدنيا تتقدم بالعلم، والإنسان يرقى بالعلم، وربنا سبحانه وتعالى اعتز بالعلماء وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعل شهادته مقرونة بشهادتهم في أعظم قضية خلق الوجود من أجلها، وهي قضية التوحيد. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيها الأبناء الأعزاء، عندما يتعلم الطالب العلم فإنه يسعى إلى فريضة من الفرائض، وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. الملائكة التي نقاها الله تبارك وتعالى وخلقها نقية طاهرة تضع أجنحتها على طالب العلم رضاء بما يصنعه، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. فعلينا معشر الأبناء الأعزاء أن نسعى إلى هذه الفريضة، وأن نتقن السعي إليها، لنرقى بأنفسنا في الدنيا ولنرقى بها في الآخرة. وحسبنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة طه: وقل ربي زدني علما. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.